عقدت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون مؤتمرا صحفيا داخل مهرجان برلين السينمائي للترويج لفيلمها الذي يوثق حياتها السياسية خلال العقود الماضية. ورغم الحالة الفنية إلا أن أسئلة الصحفيين لم تخلو من السياسة، خاصة بشأن حكم الإدانة في محاكمة هارفي وينشتاين للاعتداء الجنسي. حسناً، أعتقد أن حكم هيئة المحلفين يتحدث عن نفسه حقاً، ومن الواضح أنه أمر نظر إليه الناس وتابعوه، لأنه حان الوقت للمحاسبة، وقد وجدت هيئة المحلفين ذلك بوضوح. I remember we did a bus tour trying to promote, quote, Hillary Care. There were just so many protesters and hecklers. سأنتظر ونرى من سترشح. سأدعم المرشح ولن تتفاجأ عندما تسمعني أقول أنه من الضروري أن يتقاعد شاغل الوظيفة. نحن رواد السينما الأميين والعشوائيين، لذا لا أستطيع إخباركم الآن بكل ما أحببته، لكن سأخبرك أنني أتطلع إلى الحصول على مزيد من الوقت للحاق بالأفلام، لأنني لم أشاهد الكثير من الأفلام خلال العقد الماضي أو الثلاثة عقود الأخيرة، لذلك أبحث عن أفلام رائعة ولسوف أستمع لجميع توصياتكم. So I'm looking for fabulous movies, so I will take all of your recommendations.